لكنه يقدر سبحانه وتعالى على العبد امتحانا وابتلاء لأجل أن يثيبه أو يعاقبه، ابتلاء وامتحان، يقدر الأشياء على العبد. وقد يقدر الأشياء على العبد عقوبة له، يقدرها عقوبة له. فالعبد يفعل الأسباب، والله جل وعلا يرتب على الأسباب نتائجها، فإن فعل أسبابا طيبة رتب الله عليها نتيجة طيبة، وإن فعل أسبابا محرمة رتب الله عليها نتيجة سيئة، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالسبب من قبل العبد والنتيجة من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو يثيب أهل الطاعة وييسرهم لليسرى ويعينهم ويثيبهم، ويعاقب أهل المعصية فيتركهم يتمكنون من هذه، عقوبة لهم لأجل أن يؤاخذهم ويعاقبهم بسبب نياتهم الخبيثة وبسبب تصرفاتهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والعبد هو السبب، والله يقدر عليه نتيجة لعمله هو ونيته هو، إما ثوابا وإما عقابا. ولهذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين لهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله هذه الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا يجوز للعبد أنه يتوقف ويقول: لا، أنا إنسان مقدر أني بصير بالجنة أنا بالجنة، وإنسان مقدر أنه في النار يصير في النار. ما يجوز هذا، لا يجوز. ما يطرد هذا في أفعاله؟ لو هل يجلس الإنسان ويترك طلب الطعام والشراب ويقول: إنسان الله مقدر لي الطعام بيجين وأنا جالس، والشراب بيجين وأنا جالس؟ ما يقول هذا. يقوم يدور، إلى جاع يقوم يدور، إلى عطش يقوم يدور الماء. وراه ما يقول: إنسان الله مقدر لي شراب وطعام بيجين، ولا حاجة أن يقوم، لأن فطرته كذا، فطرته تقتضي أنه يتحرك ويبحث. لو أن إنسانا جاء وضربه أو قتل ابنه، هل يسكت ويقول هذا قضاء وقدر، ولا يطلب الانتقام؟ يطلب الانتقام، وراه ما يقول هذا قضاء وقدر، ولا يؤاخذ القاتل أو الضارب، وراه يطالب بالانتقام. هذا دليل على أن الأشياء لأسباب، وأن العبد مطلوب منه فعل الأسباب، وأن ولا يبقى بدون فعل الأسباب. الله ربط المسببات بالأسباب. يا أخي، الطيور والحيوانات ما تراها الرأي، هذا تروح أصبحت راحت دور الرزق، ما تقعد في أوكارها وتقول: يجينا الرزق وأنا في وكري. وهي طيور وهي حيوانات تروح تبحث عن الرزق، لأن الله فطرها على هذا، أنه ما يحصل لها شيء إلا بعمل وحركة وبحث. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء. هذه مقولة خاسرة وكاذبة. والمسلم مطلوب منه العمل، العمل الصالح، وإذا أذنب مطلوب منه التوبة، وعندها الإمكانية في هذا، يقدر يفعل ويقدر يترك، هو بنفسه يقدر. نعم. فلو ترك العمل عجزا لم يؤاخذه الله، لكن إذا تركه كسلا فهو يؤاخذ على هذا، لأنه مفرط. في فرق بين الكسل وبين العجز. العجز لا يؤاخذه الله إذا عجز، لكن إذا كسل فهذا يؤاخذ، لأنه هو اللي فرط. فالفطر، فطر العباد تقتضي هذا، مع دلالة الكتاب والسنة على هذا. نعم. ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا لكن لا محيد، لكن لم تؤمر بتعطيل الأسباب،
وله صح لا محيد للإنسان عن القدر المحدود، لكن أنت مأمور بفعل الأسباب، أما خلق النتائج هذا بيد الله سبحانه وتعالى، قد تفعل ولا يحصل لك شيء لأن الله لم يقدر لك نتيجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أنت فعلت السبب، ومسألة حصول المقصود هذا عند الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يحصل المقصود فإنك لا تلوم نفسك لأنك فعلت ما تستطيع، وتؤمن بالقضاء والقدر، وتقول يمكن أن الله اختار لي ما هو أحسن، أنه لو حصل لي المقصود صار ضرر علي فالله حبسه عني لمصلحتي. لا تكره ذلك. نعم، كل الأشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم فكتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. كل شيء مكتوب ومقدر ومحدود ولا بد من وقوعه في وقته، ولكن أنت مأمور بفعل الأسباب، لا توقف وتقول أنا أتوقف مع القضاء والقدر، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أبدا، إلا إنسان ما هو بعاقل. أما العاقل فلا يمكن، ما يمكن أنه يجلس ويعطل الأسباب ويقول المكتوب بيحصل. هنا شيء مكتوب إذا فعلت السبب، أما إذا لم تفعل السبب فلا يحصل لك شيء. لو لم تتزوج ما جاك عيال، ولا خلك ما لا تتزوج، قل إنسان الله كاتب العيال بيجون، ما يجيك شيء بدون زواج سبب، كل الأسباب كذا. فأنت أيها العبد عليك فعل السبب، وأما النتيجة فهي عند الله سبحانه وتعالى، ولا تأسف إذا لم تحصل النتيجة، بل ترضى بقضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل، وربما يكون هذا خيرا لك. نعم، لا تكره. نعم.